الجمعيات ما تقيش حومتي. الجمعيه اللي كتعرفوا واحد التوليفه ديال الطاقات الشابه، كيف ما كتشوفوا في هذا الجمعيه القوه ديالها كاينه في هذه الطاقات الشابه اللي كاينه في الحي ديال ازي جنوبي واحد وايزيكي جوج. الشباب اللي عندهم طموح وغيره على هذا الحي، وجميع المبادرات اللي كيهدفوا انها تكون مبادرات اللي كتكون كتحف مدينه مراكش. فكيف ما كتشوفوا هذه الصوره هذه اللي تتعد اكبر جداريه في مدينه مراكش، اللي كتحمل الهويه والفولكلور الاصيل ديال مدينه مراكش، لا من الملابس التقليديه ولا من الاكله المعروفه بها مدينه مراكش اللي هي الطنجيه. هذه الجداريه اللي من الانشاء والابداع الفنان الكبير ديالنا السي مراد رشاندالي، اللي خدات لنا تقريبا 8 ايام. المساهمات ديال هذه الجداريه فهي مساهمات ديال هاد الشباب ديال الحي ديال الساكنه والشباب ديال الجمعيه. فجميع هاد المساهمات اللي درناها من طرف شباب عنده غيره خالصه على الحي. بالنسبه للجداريات القادمه ان شاء الله، فساكنه مراكش كانوا طالبونا باش اننا نديروا جداريه كبيره للفنان الكبير السي عبد الجبار الوزير. فاخوان ديال الجمعيه استجبوا للطلب، وان شاء الله في قادم الايام غادي تكون جداريه كبيره تحت طلب ساكنه مدينه مراكش، والمكان غادي يكون مختيار ساكنه مراكش ان شاء الله. بالنسبه لواحد المساله اللي بغينا نوضحوها، فبالنسبه للدعم اللوجستيكي للجمعيه، الدعم اللوجستيكي فهو جميع الطلبات اللي كنقدموها لمؤسسه مقاطعه المناره، فالحمد لله كتلقى واحد الاستجابه وواحد التعامل بجديه مع هذه الطلبات. انما الدعم المادي فالجمعيه ما عمر سبق لها انها توصلت باي دعم مادي، حتى الجمعيه ما عمرها دفعت شي طلب. اختيار ديال الشخص اللي وضعناه في الجداريه فهو شخصيه اللي عندنا محبوبه في الحي وابن الحي، يعني اللي سولتي على الشريف تعرفوا بانه معروف بالنخوه والبهجه ديالو والبساطه ديالو. فهذا الشيء هو اللي خلى شباب الحي انهم يوقع الاختيار ديال الشريف هو اللي نوضعوه في هذه الصوره. وخير دليل هو الوقفه اللي كتبان لكم، راه تيبان بانه نخوه مراكشيه. الصوره اللي وضعنا على الجداريه لقات استحسان ساكنه الحي خاصه والناس ديال مراكش عامه، لانها كتحدث على هويه وتقاليد ديال مدينه مراكش. وبالنسبه للناس الحي فلقاوها باستحسان اكبر، لانهم تيعرفوا هذه الشخصيه والبساطه اللي كيمتاز بها الشريف. عيطوا لنا جمعيه ما تقيش حومتي على اساس اننا نخدموا اليوم هذه الجداريه هذه اللي كتعتبر اول جداريه عندي في مدينه مراكش، اللي هي من ضمن السيل اللي كنمشي فيه، السيل اللي كيعبر على الفولكلور المغربي والثقافه المغربيه واي حاجه شعبيه مغربيه. كما كتشوفوا هذه الجداريه هي عباره عن بورتري لشخص مراكشي كيلبس جلباب تقليدي مراكشي، هاز ديك الطنجيه اللي هي من الرموز ديال مدينه مراكش اللي كيفتخروا بها الناس ديال مراكش. وكتمثل هذه اللوحه هذه واحد الجماليه، واحد ان شاء الله نتمنوا انها تكون رمز في مدينه مراكش. والمده اللي استغرقت اللوحه مده تقريبا ديال 7 ايام، كنبداو من الصباح ديك جويه 9 ل7 ديال العشيه. بالنسبه للالوان انا تعمدت انني نخدم دوك الوان فاتحه والوان مبهجه، مادام حنا في مدينه البهجه نخدموا بالوان اللي مبهجه اللي كتفتح العين، حتى اللون الى شتي بقيتي كتشوف فيه مده طويله ما عمرك غادي تمل منه. يعني ما درتش دوك الالوان بصح بزاف، الوان اللي كيف ما كنقولوا عينك ما تملاش. كنتمناو ان شاء الله هاد المبادره هذه تعمم على مدينه مراكش والاحياء ديال مدينه مراكش، لان فن الشارع واحد الفن راقي، واحد الفن اللي كيرقب بالمجتمع. ما كيبقاش انني مثلا خاصني نشوف واحد اللوحه ولا واحد الحاجه نمشي لواحد صاله ديال العرض ولا نمشي لواحد الجالوري انني باش نشوف لوحات. كفايه انني نتسارى في واحد الشارع ونلقى لوحات وفيها رسائل زوينه واللي كتخلي سرور الناس كيجيو كيتصوروا، احسن ما انني نشوف واحد الحيط ابيض او لا فيه شي كتابه اللي مشيت ليه. هذا كيخلي حتى ان الزائر ولا مادام ان مراكش مدينه سياحيه بامتياز، ان اي سائح جا الا غادي يشوف واحد الالوان مبهجه ويشوف واحد الجداريه زوينه غادي يعرف باللي هذا المجتمع هذا عنده واحد الذوق فني كبير. كنحيي جمعيه ما تقيش حومتي، هما اللي داروا لي هاد الصوره هادي
وشافوني في حومتهم وقالوا لي ودي انت اللي غادي تجي في هذه الصوره هذه وقلت لهم مرحبا. الصوره عجبتني كما عجبت الناس بالنسبه مني تحطات وعند الجمهور وعند الاقبال عند الاقبال كنفتخر براسي وكنفتخر بمدينه مراكش وكنفتخر بجمعيه ما تقيش حومتي. كنتشرفت انا باش نمثل الناس ديال مراكش اللي هما محبوبين في المغرب كامل ومعروفين بالكرم ومعروفين باش كيقول معروفين بالنشاط والضحك والتناجي وما عندي ما نقول. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكتب الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.